كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. أحمد الله تعالى على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، فكل شيء خاشع له، وكل شيء خاضع له، عز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، وملجأ كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. أحمده تعالى وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد بأنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمدًا رسول الله، عترته خير عترة، وسيرته خير سيرة، وشجرته خير شجرة، نبتت في حرم وبسقت في كرم. ومما زادني شرفًا وفخرًا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خير أهل ملته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وتقواه بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متهيئا قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ التقوى كما قال طلق بن حبيب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. عباد الله، أيها المسلمون، كلنا اليوم، كلنا رجالا ونساء، شيوخا كبارا وشبابا يافعين، كلنا اليوم نعيش آلام إخواننا في حلب، كلنا اليوم يشاهد بأم عينيه وأمام ناظريه، ويسمع ذلك عبر هذه الوسائط التي تنقل إلينا المأساة لحظة بلحظة، وساعة بساعة، ويوما بيوم. ونحن نرى أمة تهجر، ونحن نرى أمة تهجر من ديارها وتخرج من مساكنها، أمة ترى الرجل جنبا إلى جنب مع امرأته وبينهما أطفالهم، ترى الحرمات، ترى الصرخات، صرخات الرجال الذين يقفون أمام العالم ومن خلفهم بيوتهم قد تهدمت، أحياؤهم قد تدمرت، ممتلكاتهم قد خربت، الأنفس قد أزهقت. فترى الرجال وترى صرخاتهم يصرخون في العالم كله، العالم الحديث الذي بكاميراته وقنواته ووسائطه ينقل هذه الصرخات. هذه أم تلك الصرخات من الثكالى ومن النساء اللاتي أرسلن برقيات، تلو برقيات
أن بعضهن قد هممن بالانتحار وبإزهاق أنفسهن من أجل الحفاظ على شرفهن وكرامتهن. العالم قد سمع، العالم قد سمع وقد رأى بأم عينيه، العالم يرصد ذلك كله. حلب بين العدوان والخذلان، حلب وما أدراك ما حلب، حلب التاريخ، حلب الصحابة الذين سكنوها وعمروها لما فتحوها، حلب العلم. أكبر مدينة في بلاد الشام قاطبة من جهة السكان ومن جهة البنيان ومن جهة تنوع العمل والمهن هي هذه المدينة العظيمة التي أراد أعداؤنا تدميرها، والتي أراد أبناء أعداؤنا أن يحولوها إلى مدينة أشباح، إلى أرض محروقة، إمعانا في إذلال المسلمين اليوم. ماذا تريد منا روسيا؟ ماذا تريد منا أمريكا؟ ماذا يريد الصهاينة؟ ماذا يريد هؤلاء وقد امتطوا ملالي إيران؟ وقد امتطوا هؤلاء المنافقين الذين زرعوا في الأمة، ظاهرهم الإسلام، فيرفعون شعارات موالاة أهل البيت، وباطنهم الكفر المحض في الطعن في القرآن وفي الصحب الكرام وفي النيل من أمهات المؤمنين. هؤلاء الموهومون الذين ينتظرون فيما يدعون المهدي من سردابهم المزعوم، هؤلاء كانوا سباتا، كانوا نائمين، كانوا يكتفون بخزعبلاتهم في حسينياتهم ومناسباتهم، كانوا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويفعلون ما ترون من هذه اللطميات، حتى خرج شيطانهم الخميني فأخرج لهم ولاية الفقيه فيما ادعى بأنه ومن معه من الملالي سيقودون حملة من أجل التمهيد لمهديهم المزعوم الذي في السرداب. فحرك أولئك الذين امتلأت قلوبهم حقدا على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، حرك هؤلاء ومن ورائهم همج الرعاع أتباع كل ناعق من أجل مشروع أسود. هذا المشروع الأسود أعدوا له من 3 عقود وأعلنوها ثورة من أجل هذه الخزعبلات، وادعوا فيما ادعوا أنهم جاءوا مقاومين لإسرائيل وأنهم صنعوا الصواريخ والأسلحة وأعدوا العدة من أجل تحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى وغير ذلك من شعارات خدع بها من خدع زمنا طويلا. ثم إذا بهذه الدولة، إذا بهذه الدولة تصبح خنجرا وسكينا وسلاحا في يد أمريكا وفي يد إسرائيل وفي يد الروس، وهم يحملون في لوحات هنا وهناك الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا. ولا نرى موتا لا في إسرائيل ولا في أمريكا، ولا نرى تحريرا للقدس، ولكننا نرى موتا في حلب، ونرى موتا في حمص، ونرى موتا في الغوطة، ونرى موتا في العراق، نرى موتا هنا وهناك، نرى موتا في اليمن، نرى مجازر ترتكب باسم هؤلاء وشعارات هؤلاء. تلعب أمريكا بكل هذه الأوراق، وجاء الروس ليلعبوا بهذه الأوراق بمشاريعهم. تكالبوا علينا كما تكالب الروس من قبل في الاتحاد السوفيتي على أفغانستان
وجاءوا بخيلهم ورجلهم وطائراتهم ودباباتهم في شعب أعزل في قبائل مسالمة من أجل السيطرة على أفغانستان، وجلسوا فيها عقداً من الزمان 10 سنين يحاولون إخضاع قبائل البشتون والقبائل الأفغانية وغيرها هنالك في تلك الجبال في جبال الهندوكوش. وظنت روسيا أو الاتحاد السوفيتي كما كانت تسمى سابقاً، ظنوا بأنها رحلة سهلة وأنهم يستطيعون أن يضموا هذه البلدة وهذه والأفغان أن يأخذونهم وأن يبتلعون الأفغان كما ابتلعوا أوروبا الشرقية من رومانيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وغيرها وألبانيا وغيرها من هذه البلاد في شرق أوروبا. وإذا بالسوفييت يجدون أنفسهم أمام الأفغان الذين في ثباتهم أشد من ثبات جبال الهندوكوش، فإذا بالأفغان تمرغ أنوفهم في أفغان، فإذا بالروس السوفييت تمرغ أنوفهم في جبال أفغانستان ويبكون الدم حتى تفرقوا شذر مذر، فخرج الروس خائبين خاسرين منهزمين، وقد أعلنوا تفكك دولتهم التي كانت من قبل تسمى بالدولة العظمى الاتحاد السوفيتي. ما وعى بوتين الدرس ولا وعى الكرملين الدرس، ما وعوا درس أفغانستان حتى جاءوا إلى بلاد الشام. وما أدراك ما بلاد الشام؟ بلاد النبوة، بلاد الأنبياء، بلاد مباركة أرسل الله تعالى إليها الوحي وأقسم الله تعالى بها في كتابه فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فبدأ الله بالقسم بتلك البقعة التي فيها التين والزيتون لكثرة ما فيها من الأنبياء والرسل. ما وعى هؤلاء الدرس وأصروا على العدوان وجاءوا بخيلهم ورجلهم من أجل أن يحموا نظاماً متهالكاً فاشلاً سادياً حاقداً باطنياً نصيرياً قد وضع يده في يد ملال إيران، وهو الذي كان زمناً يتحدث عن العروبة وعن حماية مقدسات العرب، فإذا به يضع يده مع الفرس الصفويين الحاقدين من أجل توظيف أهل الشام، من أجل توظيفهم ليكونوا جنوداً لمطامع ملال إيران. ولكن الله تعالى اللطيف بالعباد القادر على كل شيء يخيب آمال هؤلاء. إخوة الإسلام، لئن كنا نحزن أشد الحزن على ما يقع في بلاد الشام من سيل الدماء، إلا أننا والله الذي لا إله غيره مستبشرون غاية الاستبشار بهذا الثبات الذي حير الألباب. شعب جلس زمناً طويلاً بسياسات بشار الأب ثم الابن ثم بسياسات إيران في تشييع الجموع، جموع السنة في بلاد الشام، إذا بهذه الجماهير وبهذا الشعب ينتفض على هذا الظلم الذي قاس مرارته زمناً طويلاً، هذا الظلم الذي فيه الرعب وفيه الخوف وفيه كبت الأنفاس وفيه ما فيه من الخداع ومن المجون.
وإذا بهذا الشعب يتحرك، يتحرك وقد كان يؤمر بأن يسجد لبشار ولأبي بشار. وانظروا إلى هذا الموقف من شاب ضرب حتى كاد أن يموت. لماذا؟ لأنه لما أمسكوا به في بداية الثورة وكانت سلمية لا سلاح فيها أبدا، وجاءوا به ضمن المعتقلين وقالوا له اسجد لصورة بشار اسجد، فقال لا، لا أسجد أبدا لهذا الطاغية. فضربوه حتى كادوا أن يقتلوه وهو يأبى أن يسجد للطاغية، فقال لهم بعضهم كان يكفيك أن تسجد وانتهى الأمر، قال استحييت من الله أني ما سجدت له يوما فأسجد لهذا الطاغية اليوم. قال هذا شاب، هذا شاب يعترف بأنه كان غافلا عن الله، فإذا بقلبه قد حي، وإذا به قد استيقظ، وإذا به قد انتفض، وإذا به يقول هذه المقالة. كان ذلك سببا لعودة ليس المئات بل الآلاف المؤلفة إلى الله تبارك وتعالى. وكان شعار الثورة في سوريا شعارا مميزا، ليس كشعارات الثورات في الربيع العربي هنا وهناك. كان الشعار المرفوع مالنا غيرك يا الله، كان هذا شعارهم، كان هذا شعارهم. فكأن الله تبارك وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه يريد الله عز وجل أن يمحص هذا الشعار، أن يمحص هذا الشعار إزاء الخذلان الذي نراه اليوم من كل مكان. لكأن الله تبارك وتعالى يقول لهم ليس لكم إلا أنا، ليس لكم إلا الله أن تلجأوا إليه تعالى سبحانه. خذلكم مجلس الأمن، خذلتكم الأمم المتحدة، خذلتكم الجامعة العربية، خذلكم العرب والعجم، خذلكم القريب والبعيد، خذلكم هؤلاء جميعا، فليس لكم ملجأ إلا إلى الله تعالى. إن الله تعالى يعد عدة لأهل الإسلام في الشام، إن الله تعالى يعد عدة لأهل الإسلام في الشام، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إخوة الإسلام اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، من أين بدأ المسلمون في مجدهم بعد أن انحسروا أو نزلوا أو ضعفوا؟ اقرأوا تاريخ صلاح الدين الأيوبي وقطز، اقرأوا تاريخ المسلمين عندما تكالب عليهم الأعداء من كل مكان. بدأ صلاح الدين ومن أصلح الدين، بدأوا بإصلاح الدين في بلاد الشام. صلاح الدين الأيوبي بدأ بالشام، بدأ بحلب وبحمص وبسائر مدن الشام، ثم انتقل إلى مصر إلى كنانة الإسلام، حتى وحد البلدين وحتى توحدت الأمة، ثم قاد الأمة بعد ذلك إلى المعركة الفاصلة، معركة حطين، وأجلى المسلمون الصليبيين من بلاد الشام. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، كما تسلط بالأمس الباطنيون والحشاشون والإسماعيليون في بلاد الشام وساموا المسلمين سوء العذاب وتمالؤوا مع الصليبيين من أجل احتلالهم لبلاد الشام وفلسطين، فعل الباطنيون ذلك في هذا الوقت.
إن رجلا من هؤلاء المستشرقين اسمه برنارد لويس، يسمى بأبي الاستشراق الحديث، وضع هو وجماعة من هؤلاء مخططا للاستعمار وهو يرحل عن بلادنا. ملخص هذا المكر الكبار من برنارد لويس ومن معه أنه يجب أن تسلم القيادة في بلاد الشام خاصة إلى الباطنيين والأقليات من النصيرية وغيرهم، لأنه قرأ التاريخ فوجد أن أكثر من ما أضعف الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية في تاريخها هم هؤلاء الباطنيون وحركات العشاشين والإسماعيلية. ولذلك كان توجيهه يجب أن تسلم القيادة إلى هذه الأقليات، وأن يكون السواد الأعظم أهل الإسلام اللي هم السنة أن يكونوا بعيداً عن القرار وأن يكونوا ضعفاء. وعلى هذا مضت فرنسا ومضت أمريكا ومضى الصهاينة أيضاً. ولذلك صرح الروس مرات عديدة أنهم لن يسمحوا للسنة أن يحكموا بلاد سوريا، أنهم لن يسمحوا للسنة، هكذا بصريح العبارة، لن يسمحوا للسنة أن يحكموا سوريا. وهكذا أيضا قال الصهاينة. إذن هو مخطط عدواني توسعي صهيوني روسي إيراني من أجل أن تكون السيطرة لهؤلاء العملاء في بلاد الشام. ليس هذا هو الذي يحزن، إنما المحزن حقا أن يتفرج المسلمون على هذا الذي يقع في حلب، مدينة فيها أكثر من 4 ملايين نسمة يهجرون جميعا. قبل حوالي شهر 350,000 ممن بقي في حلب يستغيثون ويصرخون العالم، محاصرون من كل اتجاه، وروسيا تقذف حممها وصواريخها وبطائراتها تدك كل شيء، حتى المشافي، حتى المدارس، حتى الملاجئ، لا تدع موضعا وإن رفع عليه علم أبيض إلا ورمت ذلك الموضع وتلك الأماكن. وتشاهدون اليوم حلب من 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 الكاميرات الطائرة، تشاهدونها وقد خربت بيوتها وقد خربت مساجدها. كذلك تحركت عصابات الملالي وحزب اللات من لبنان، العصابات التي تكتب فيلق القدس وعصابة القدس، هكذا يخدعوننا. تحرك المجرمون هؤلاء وحشدوا هذه العصابات من أفغانستان وباكستان وداغستان وإيران ولبنان واليمن، لأي شيء كل هذا؟ قالوا من أجل أن نحرر سوريا من بني يزيد وبني معاوية، من أجل أن يحرروا سوريا، من أجل أن يحرروا سوريا من السنة. تحركت هذه العصابات التي فعلت الفظائع في العراق وتوجهوا إلى هذه المدن، وقنواتهم تشهد وتأتي بصور الملالي من أصحاب العمائم السوداء والقلوب السوداء وهم يحملون أسلحتهم يشهرونها في العالم. جئنا من أجل أن نحرر حلب، كنا نظن أنكم
تريدون أن تحرروا القدس أو تحرروا فلسطين، ماذا في حلب؟ تحررون من؟ تقتلون من؟ تقتلون المسلمين في حلب؟ جاءوا بعصاباتهم وبالمجرمين من أجل سفك الدماء ومن أجل قتل المسلمين، والعالم كله يشهد تلك الخطب. فما تحرك العالم ليصم هؤلاء بأنهم إرهابيون، وليدرج أسماء هؤلاء الملالي في قوائم هنا وهناك على أنهم من أهل الإرهاب، في حين أن السنة الذين تحركوا من أجل إنقاذ إخوانهم ونصرة إخوانهم وصفوا بكل ألقاب الإرهاب وغير ذلك. لا أقصد ولا أعني بذلك من ذهب إلى الغلاة من داعش، ولكنني أصف أقول من تمكن أن يذهب إلى الفصائل التي عرف منهجها وعرف ما هي عليه من الحق. هؤلاء جميعا تحولوا إلى إرهابيين، هكذا أرادت أمريكا وتريد أمريكا، وهكذا أراد الروس. إخوة الإيمان، بشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن عصابة الحق فيها باقية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين. وفي بعض الروايات: يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة المنصورة، الحرب بينها وبين أعدائها سجال، ليست حلب آخر المعارك كما أنها ليست بأول المعارك. حلب نقطة في مسيرة هي مسيرة الصراع بيننا وبين أعدائنا. لما سئل أبو سفيان من هرقل عظيم الرومان بعد صلح الحديبية: كيف كان قتالكم لمحمد، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب أبو سفيان: الحرب بيننا وبينهم سجال، ينالون منا وننال منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال هرقل عظيم الرومان الذي لم يكن مسلما ولكنه عرف تاريخ الأنبياء، قال: وكذلك أمر الإسلام حتى يتم، كذلك ستكون الغلبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا فعلا كان سببا لأبي سفيان أن يوقن بأن أمر الإسلام سيظهر. يقول أبو سفيان: فلما سمعت ذلك من هرقل عظيم الرومان قلت: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر ملك الرومان. الحرب بيننا وبين أعدائنا سجال، الطائفة المنصورة موجودة في فلسطين اليوم، مرابطة في بيت المقدس، مرابطة في غزة العزة، أثبتوا الرجولة، أثبتوا الثبات رغم الحصار، حصار العالم وحصار الأقربين والجيران. خذلهم العالم لكنهم ثبتوا. وكذلك والله نقول بملء الفم: أبشروا أيها المسلمون، فصائل القتال والجهاد في سوريا ثابتة. وبالأمس في مؤتمر الصحفي نقلنا كلمات علماء أهل الشام وعلى رأسهم شيخ المقرأة السورية محمد كريم راجح، الذي جهر بالحق في وجه بشار فأعلنها بأننا لا نعود إلى نظام بشار، وأننا لا يمكننا أن نحرر سوريا إلا بالدماء. الله أكبر، الله أكبر. ولو سمعتم إلى كل مقابلة للذين يهجرون بالأمس وباليوم
من حلب الشرقية إلى حلب الغربية أو إلى إدلب في أي مقابلة لامرأة أو لرجل سيقولون نحن راجعون إن شاء الله منتصرين، سنرجع إن شاء الله إلى حلب منتصرين. انظروا إلى هذه الكلمات كيف تنبعث من هذه الأفواه. هؤلاء الذين جاعوا هذه السنوات الطويلة ومع ذلك هذا ثباتهم، فكيف يكون الإحباط سبيلاً أو خلقاً للذين هم في الخارج؟ أيها المسلمون عباد الله، المسلم لا يصيبه الإحباط أبداً، المسلم موعود بإحدى الحسنيين. الله تعالى جل جلاله وعد المسلم بإحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. المسلم إما شهيد، والشهادة منزلتها أعلى منزلة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. والحسنى الأخرى النصر والظفر، أن يعيش الإنسان المسلم كريما عزيزا. أبشروا أبشروا، ففي الشام أبطال، وفي الشام رجال، وفي الشام أسود، في الشام مرابطون، في الشام ثابتون بإذن الله تبارك وتعالى. ولكأنني أراك تائب الحق والنصر من بلاد الشام، تخرج ومن العراق تسير إلى بيت المقدس لتفتح بيت المقدس ولتذل الصهاينة اليهود ولتحرر المسجد الأقصى، ليكون هنالك صلاة النصر في باحات المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن ترينا في أعدائنا عجائب قدرتك. اللهم أقر أعيننا بنصر المسلمين في حلب والشام. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن في كلمات كالضياء. الحمد لله منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أحمده تبارك وتعالى على كل حال، فهو المحمود في الأرض والسماء. الأمر أمره والقضاء قضاؤه، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وخير الأصفياء سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المسلمون، أنتم المعنيون بهذا الكلام جميعاً، كلكم، سواء كنتم أفراداً أو جماعات أو دولا، سواء كنت حاكما أو كنت محكوما، إنك اليوم في اختبار عصيب، إنك اليوم أمام امتحان. هذا الامتحان ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: ما من امرئ ينصر مسلما في موطن يحب أن ينصر فيه إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من مسلم فردا كان أو جماعة أو حكومة يخذل مسلما أو يخذل مسلما في موطن إلا خذله الله في موطن يحب في موطن يخذل فيه. أيها المسلم عبد الله، وعد ووعيد، وعد ووعيد لكل المسلمين، وعد ووعيد. يا أيها الحاكم أين كنت؟
في المغرب أو في أندونيسيا أو في الخليج أو في مصر أو في ليبيا، أيها الحاكم، أيها العالم، أيها القائد، أيها المسلم، أياً كان عملك، أنت بين وعد ووعيد، بين وعد الله تعالى لك أن ينصرك وأن لا يخذلك. وما أكثر المواطن التي يحتاج فيها الإنسان إلى الله، في مرض، في حل، أو في سفر أو في حل، يحتاج فيه إلى تنزل رحمة الله وعناية الله. إذا أردت الله تعالى أن يكون معك فكن مع إخوانك في حلب وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين. إياك يا عبد الله أن تنتظر من غيرك أن يقوم بهذا الدور، إياك أن تنتظر من العالم أن يقوم بهذا الدور أو الحاكم يقوم بهذا الدور. كل واحد منكم له دوره، كل واحد منكم له دوره بالدعاء ومناجاة الله تعالى، بالإنفاق، أن ينفق في سبيل الله ما عنده لإغاثة إخوانه، أن يرفع هذه الكلمات وأن ينشرها لرفع معنويات الثابتين المرابطين هنالك، أن يقوم بما يستطيع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. والله أعلم بالنوايا ومطلع على ما في الصدور. أما من وقف متفرجاً، أما من وقف أمام الشاشات يشاهد المناظر دون حتى الدعاء، دون أن يتوجه إلى الله بالدعاء، دون أن يخرج من جيبه ما يمكن به أن يغيث إخوانه، دون أن يجمع أهل بيته ليقرأوا ما تيسر من كتاب الله ويتوجهون بالدعاء لنصرة هؤلاء المستضعفين، ويل ثم ويل، ويل لهذا الذي يتفرج من هذا الوعيد النبوي أن الله تعالى سيخذله كما خذل إخوانه. إخوة الإسلام، دعونا جميعا ننفض عن من حياتنا الخذلان. دعونا، نحن أمة ما خلقنا للأرض، خلقنا للجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أما الحكام، حكام المسلمين، فأنتم الرعاة وأنتم القادة، تسلمتم زمام الأمة لا لتجلسوا على العروش ولا من أجل أن تتمتعوا بالملك وبالأطعمة والأشربة، أنتم تسلمتم زمام الأمة من أجل أن تقوموا برسالة الأمة. هذه أمة لها رسالتها، أخرجها الله تعالى لإنقاذ الأمم. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فليسأل كل حاكم منكم نفسه، هل يرى نفسه أنه خرج من أجل أن يبعث العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أم أن همه أن يتشبث بكرسي الحكم، أم أن همه أن يكون حاكماً اسمه الحاكم أو الرئيس أو الملك أو غير ذلك، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر تحكي انتفاخاً صولة الأسد، أسود على شعوبهم ولكنهم في نصرة الشعوب لا يتحرك منهم إلا أقل القليل، وقليل ما هم. أيها القادة والزعماء، أتعجزون من أن تحركوا جيوشكم لنصرة المسلمين في حلب والشام؟ هذه الجيوش التي صدأت الأسلحة، أسلحتها وذخائرها، وفي كل حين تبدلونها فتشترون الذخائر من أعدائنا،
هذه الأسلحة أعددتموها لأي شيء؟ لأي يوم كريهة أعددتم هذه الجيوش؟ تتحرك روسيا بطائراتها وبارجاتها لتضرب المسلمين في حلب، وجيوشكم وقادات أركانكم في بيوتاتهم وفي ثكناتهم قائمون أو نائمون. ما هذا؟ إنكم تسلمتم زمام الأمة من أجل قيادتها إلى رسالتها، فعليكم أن تتقوا الله تعالى في هذه الأمة، عليكم أن تتقوا الله تعالى في قيادة هذه الأمة. إنكم موقوفون فمسؤولون، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول ما بدأ بالإمام، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. على حكام المسلمين أن يتحركوا لنصرة المسلمين في حلب، أن يدعوا ما هم عليه من التجهم لهذه الأصوات. ربما معتصماهم طلقت ملء أفواه اليتامى الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها ما لامست نخوة المعتصم. أين نخوة المعتصم؟ لقد لامست هذه الأصوات أسماعكم أيها الحكام. أتكتفون بالحوقلة وأنتم تملكون ما تملكون؟ يجب عليكم أن تتحركوا لنصرة إخوانكم في حلب. أيها العلماء، أيها الدعاة، قوموا بواجبكم في تحريض الأمة، فأنتم قادة، أنتم قادة، أنتم من أولي الأمر، فحرام عليكم القعود، حرام عليكم الهمود، حرام عليكم أن تكتفوا بالكلمات الباردة، حرام عليكم أن تقنعوا بالألقاب والشارات، حرام عليكم أن يكون الهم المناصب والألقاب. أيها العلماء، حيث كنتم في دياركم، في بلدانكم، في مساجدكم، قوموا بما أوجب الله عليكم، بدءاً بالدعاء والقنوت في الصلوات، وتحريضاً للناس أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ونصحاً للحكام أن يتحركوا لإنقاذ إخوانهم. أيها الإعلاميون، في قنواتكم، في صحفكم، تحركوا من أجل إنقاذ إخوانكم، لا تشتغلوا بتوافه الأمور ولا باللهو واللعب، تحركوا لمصير الأمة وكونوا على قدر المسؤولية. أسأل الله سبحانه وتعالى، رب البرية، إلهنا وخالقنا ومولانا، من خلقنا وخلق أعداءنا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، نسأل الله بعزه الذي لا يرام وبملكه الذي لا يضام، ونسأل الله تعالى بقوته أن ينصر عباده المستضعفين في حلب والشام وفي فلسطين وبيت المقدس وفي العراق وفي بورما وإفريقيا الوسطى. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستنزل نصرك ورحمتك، اللهم إنك أنت أرحم بهم منا، اللهم أنت أرحم بهم منا، اللهم أنت أرحم بهم منا. اللهم لك الحكمة البالغة ولك الحجة الدامغة، وأنت أعلم يا أرحم الراحمين. اللهم إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك، أو أن يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشيوخ الركع،
اللهم رحماك بالمهجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ثبِّت المجاهدين، اللهم اربِط على قلوبهم، اللهم وحِّد صفوفهم، اللهم ألِّف قلوبهم، اللهم اجعلهم تحت رايةٍ واحدةٍ يا رب العالمين، اللهم قيِّض لأمتنا قائدًا ربانيًا يسمعُ كلام الله ويُسمِعُ أمتنا، لا يخضعُ للبيت الأبيض ولا يخضع للكرملين للبيت الأسود، اللهم قيض لأمتنا قائدا يقودها إلى بر الأمان يحكم بكتاب الله ويحرسه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أبرم لأمتنا إبرام رشد أهل طاعتك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا يا أرحم الراحمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، اللهم ارفع عنا الغلا والربا والرشا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل السودان آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وبلدنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن.